كتير جدا 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 في كل الكليات بيهتموا قوي بالبوستيريو انتركوستال فين والفينا ازايغوس، فخد بالك منها ونراجعها برضو كويس كده. البوستيريو انتركوستال فينز عددهم 11 اون ايتش سايد، ادي البوستيريو انتركوستال فينز 11 هنا على الناحيه دي و11 على الناحيه التانيه. تعالوا بقى نشوف بيصبوا ازاي. قال لك نمره واحد على الرايت وواحد على الليفت يصبوا في الانومننت فين، ادي انومننت فين اهو وادي انومننت فين اهو، نمره واحد صب في الانومننت فين. تعال اثنين وثلاثه واربعه، وهنا اثنين وثلاثه واربعه بيعملوا فين اسمه سوبيرو انتركوستال فين، ده اسمه سوبيرو انتركوستال فين. ادي اثنين وثلاثه واربعه يعملوا سوبيرو انتركوستال فين. على السوبيرو انتركوستال فين على الرايت بيصب هنا في الفينا ازايجوس، على الليفت اثنين وثلاثه واربعه بيصبوا في الانومننت فين، الليفت انومننت فين. نيجي بقى من اول خمسه لحد 11 على الرايت بيصبوا في فين كبير قوي 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 في السوركس اسمه فينا ازايجوس. من اول خمسه لحد 8 على الليفت بيعملوا فين اللي هو اسمه سوبيرو هيما ازايجوس، ومن اول 9 و10 و11 وياخد معاهم كمان 12 اللي اسمه السب كوستال يعملوا مع بعض فين اسمه انفيرور هيما ازايجوس، والسوبيرور هيما ازايجوس اللي هو ده والانفيرور هيما ازايجوس يعملوا كروس للاوبوزيت سايد ويصبوا في الفينا ايه ازايجوس. يبقى دولت اللي بنسميهم البوستيرور انتركوستال ايه فينز. يبقى البوستيرور انتركوستال فينز 11 على كل ناحيه، واحد ليفت وواحد رايت في الانومين، اثنين وثلاثه واربعه يعملوا سوبيرور انتركوستال سوبيرور انتركوستال، على الرايت يصب في الفينا ازايجوس، على الليفت بيصب في الانومينال، الثمانيه التحتانيين على الرايت يصبوا في الفينا ازايجوس، الثمانيه التحتانيين على الليفت يقسموا نفسهم اربعه واربعه، الاربعه الفوقانيين يعملوا سوبيريو مازاجوس والاربعه التحتانيين يعملوا انفيريو مازاجوس، سوبيريو مازاجوس والانفيريو مازاجوس يتجهوا للاوبوزيت سايد يصبوا فين في الفينا ايه ازايجوس. ده البوستيرو الانتركوستال، والرسمه مهمه قوي في اجابه السؤال ده، لازم تترسم الرسمه دي. نيجي ده منظر بيلخص نفس الكلام اللي قلناه، ادي ده الفينا ازايجوز اهو، وبعدين زي ما انت شايف هنا ادي الفيرست بصور انتركوستال فين في الرايت بيصبوا في النومينال، وادي في الليفت بيصبوا في النومينال، 2 و3 و4 يعملوا صدور انتركوستال فين، في الليفت بيصب في الليفت النومينال، في الرايت بيصبوا في الفينا ايه ازايجوز، 8 تحتانيين في الرايت بيصبوا في الفينا ازايجوز، الاربعه الثمانيه في الليفت الاربعه الفوقانيين منهم يعملوا صدور هيما ازايجوز يصبوا في الفينا ازايجوز، الاربعه التحتانيين يعملوا انفيرو هيما ازايجوز يصبوا في الفينا ايه ازايجوز. الجديد في الرسمه دي انك تاخد بالك ان الفينا ازايجوز ده واصل تحت وواصل فوق بالسوبيرو فينا كيفا وواصل تحت في الانفيرو فينا كيفا، فخد بالك بقى ان الفينا ازايجوز ده كوميونيكيتنج فين بين الانفيرو فينا كيفا تحت اسفل والسوبيرو فينا كيفا فوق.